Brand new coffee. Look here in the toys. Brand new coffee. Brand new coffee. True. I have brand new screws would be not having coffee. That's just a little for everybody. That comes to me. So there's this. Short out. Jerry would say, take off your shoes before you walk through here. Yeah, garbage, don't walk through here. I'm going to take care of it. Minimize the number of steps you take. That's too much. Yeah. Yes? That's amazing. It's fun to see some of these people. Yeah. Right now, like Mary Kay. God, I know. She's like, oh, this is great. And I was like, you look amazing. مساء الخير للجميع. لقد عملنا وناقشنا مع الرئيس ترامب والمستشارين العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط بدءا بسوريا. نحن نعترض ونأسف على قيام تركيا بعملية عسكرية أحادية. إنها تهدد أمن المعسكرات التي يتم فيها سجن المقاتلي تنظيم الدولة، ونحن نعبر عن اعتراضنا على هذه العمليات التركية التي قد تنعكس نتيجتها على علاقاتنا الثنائية. عندما أخبرتنا تركيا بإمكانية قيامها بعملية عسكرية، غيرنا تموقع أو تمركز 50 جنديا أمريكيا. إن أمن جنودنا يظل أولويتنا القصوى. نحن نعيد تمركز القوات بحسب الحاجة. هناك أيضا عدوان من تنظيم الدولة تم إبعادهما وخارج سوريا، ولم نقم بأي تغيير آخر لقواتنا في سوريا، ونحن بصدد تقييم وضعه. نحن لا نتخلى عن حلفائنا الأكراد، وبهذه الحركة التي قام بها أردوغان بغزو شمال سوريا، فإن القوات الديمقراطية التي ساعدتنا في القضاء على تنظيم الدولة تتعرض
وضع سيء، وكما أن أمن قواتنا مهدد أيضا، وهناك إذن حديث عن منطقة آمنة على طول الحدود مع تركيا. ونحن لسنا في سوريا من أجل حل الخلاف طويل الأمد بين تركيا والأكراد. من الواضح أن الإيرانيين أيضا تستهدف المنشآت والمصالح السعودية، وبالرغم من محاولات إيران إنكار العملية، عملية الهجوم على أرامكو، فإن إيران مستمرة في نشاطاتها التي تزعزع الاستقرار وتنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي، ومصالح إيران تبدو غير متماشية مع الوضع في المجتمع الدولي. ونحن نتناقش ونتفاوض ونتشاور مع حلفائنا لكيفية التصدي لهذه التصرفات الإيرانية. وردا على هذه الأنشطة، فقد تقرر تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في السعودية وردا على الاستفزازات الإيرانية، فإن الولايات المتحدة تعزز وجودها بطائرات وقطع بحرية وهذا يشمل 14,000 من الجنود الأمريكيين في المنطقة، وذلك لزيادة إمكانات التدخل في المنطقة إن احتاج الأمر إلى ذلك، كما أننا نسعى إلى دعم سلامة الاقتصاد العالمي، وندعو حلفائنا في الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى جهود الولايات المتحدة. وهدفي في وزارة الدفاع هو أن نظل مرنين باستخدام القوة الديناميكية الحركية، وذلك طبقا لأولوياتنا الدولية في إطار بيئة أمنية متشعبة. وهدفنا هو أن نضع القوة المناسبة في المكان المناسب لحاجتنا إليها أو لاستخدامها عند الحاجة، ونتوقع تمويل المناسب من الكونغرس، ولكننا نجد صعوبة في ذلك. وأدعو الكونغرس إلى أن يقوم بالإجراء اللازم من أجل توفير الموارد اللازمة. نرد الآن على أسئلتكم. لقد قلت إن الولايات المتحدة لم تتخلى عن الأكراد، هل إن الشراكة بين الولايات المتحدة والأكراد مستمرة؟ هل يمكن أن تعطونا تقييما للعملية الجارية حاليا في شمال سوريا؟ هل دخلت بأعداد كبيرة؟ وهل هناك صمود من الأكراد؟ فيما يتعلق، كان هناك سؤالان. نحن ما زلنا متواجدين مع الأكراد باستثناء موقعين سحبنا منهما قواتنا، والجبهة الكاملة
هي على بطول الحدود التي تزيد عن 400 كيلومتر، وهناك مواقع وقرى قد سحبنا قوتنا من هناك، وما يزال تواجدنا مع الأكراد متواصلا في سائر المواقع. هذا التوغل من تركيا يؤثر، لكننا ما زلنا موجودين. بالنسبة للتدخل، الأتراك قاموا بضربات جوية وبعمليات مختلفة بمختلف الأسلحة، وكان هناك بعض إطلاق النار بالدبابات. وحسب علمنا فالعمليات المشاة محدودة، وقد تقدموا إلى الجنوب في مواقع عديدة بالتنسيق مع جيش سوريا الحر. تقدموا في الغرب في منطقة 5 إلى 7 إلى 10 كيلومترات، وفي الشرق بما حوالي 3 كيلومترات. بالنسبة للسؤال العام، من الرئيس ترامب إلى وزير الخارجية وآخرون، نحن نتحدث إلى مختلف نظرائنا، لأن هذه العملية تؤدي إلى زعزقة الاستقرار. وكان لنا محادثات مع الأمين العام لحلف الأطلسي، وترون أن الكثير من قادة حلف الناتو تدخلوا وقالوا أن على تركيا أن توقف هذه العملية، ونود أن يكون هناك منطقة آمنة للتفريق بين القوتين. طلبتم من الأتراك التوقف عن العملية، هل ترون أي مؤشرات عن كونهم يتوقفون أو يبطئون من عملهم؟ ماذا تقولون للقوات الأكراد؟ لم يكن هناك أي إشارة إلى أنهم يودون التوقف، وليس هذا مفاجئا، وكانوا دائما يشتكون من التهديد الذي يمثله حزب بي كي كي و ولا نرى أي استجابة منهم في الوقت الحاضر. بالنسبة للعسكريين الأتراك، تحدثت هاتفيا ولا أرى أي مؤشرات تتعلق بأي خطط لإيقاف العملية. هل إن المسؤولين الأمريكيين يشيرون على القوات الكردية بما ينبغي عليهم القيام به؟ وبطبيعة الحال هناك الكثير من التنسيق، وقيادة حزب الديمقراطي الكردي نحن ننصحهم بأن لا يردوا الفعل بشكل غير متوازن حتى نحاول الوصول إلى حل. كيف تتوقعون المحافظة على مساجين أو سجناء تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا؟
هل كان هناك قرار حول قيام الولايات المتحدة بتحرك ما؟ لن أتحدث عن عملية الانتشار. كما قلت في التعليق الأول، نحن في بداية مفهوم جديد للانتشار، ونود أن يكون لدينا القدرة على التصرف عند حدوث أمور غير متوقعة. بالنسبة للموضوع الأول، نحن على اتصال مع الأتراك وتواصلت معهم عدة مرات، وأكدنا على أنهم مسؤولون عن أمن سجناء تنظيم الدولة، ونحن أيضا على تواصل بالحزب الديمقراطي الكردي. بالنسبة للسجناء، كما أفهم فأن الولايات المتحدة ليس لها مسؤولية قانونية لهؤلاء السجناء. هذا أمر للمحامين، لكن نحن العسكريين ليس لنا أي مسؤولية عن سجناء تنظيم الدولة في سوريا، والأكراد ما يزالون يتحكمون في السجون التي يؤسر فيها هؤلاء المساجين. أؤكد أن هناك فهم لأن الأتراك يتحملون مسؤولية هؤلاء السجناء، هناك من يقول إنكم تخليتم عن السوريين الأكراد السوريين. هناك مطال، نحن لم نتخلى عن الأكراد، لنكون واضحين بهذا الأمر، ولا أحد أعطى الضوء الأخضر لتركيا لتقوم بعملياتها. الأتراك كانوا يعارضون على هذا التحالف مع الأكراد، ولا مفاجأة في أنهم تصرفوا بهذه الحالة بهذه الطريقة. ينبغي أن نضع آلية أمنية، لكن هم قلقون وقرروا أنهم وصلوا إلى مرحلة لا يمكنهم أن ينتظروا فيها حتى نبذل جهودنا. هل أنتم مستمرون في تسليح الأكراد في إطار عمليات ضد تنظيم الدولة؟ ليس هناك أي ما يسمح لنا بأن نقوم بعمليات عسكرية مع الأكراد ضد الأتراك، وهي سياسة منذ 70 عاما. هل أعطيتم للأتراك أي قائمة بالمواقع التي ينبغي ألا يستهدفوها بقصفهم؟ وما الذي تفعلونه لحماية القوات التركية؟ العسكريون الأتراك هم يعرفون مواقع القوات الأمريكية، ونحن ننسق معهم في مستويات متعددة، وذلك ليعرفوا أين توجد القوات الأمريكية، والجميع واعون
بأننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس، ولو استهدف الأمريكيون فسوف يدافعون عن أنفسهم. بالنسبة لإعادة نشر القوات، نحن إذا نتموقع بحيث نحافظ على، لن أعلق على ذلك. بالنسبة للنقطة الأولى، نحن عززنا الوجود، هناك مؤشرات إلى أن الأتراك سوف يعبرون الحدود. ما الذي تغير الآن؟ نحن كنا قلقون من هذا منذ أن توليت الوزارة، العمل مع الأطراف المختلفة لثني الأتراك عن القيام بهذا التدخل. كان هناك تقدم فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية للفصل بين الأكراد والأتراك، وكل الأمور التي اتفقنا على القيام بها. لا أستطيع أن أفهم لماذا قرروا أن يفعلوا ما يفعلونه. كان هناك قلق دائم من جانب تركيا، وقد قرروا أنه قد حان الوقت لهم لكي يتدخلوا. سؤال عن مواقع وما هي العمليات المخططة وغير المخططة. الهدف هو الدفاع عن مصالحنا وممتلكاتنا في المنطقة، وأيضا إعادة أو تعزيز مستوى الردع. لدينا قوات هي جاهزة دائما للانتشار. هل يمكن أن توضح هناك فرق بين وضع جنود في موقع معين وخطة انتشارها؟ نحن نأخذ خطوة بخطوة، وكنا قلقين على أساس ما نسمعه من الحلفاء والشركاء، معلومات استخباراتية. نحن مستعدون لنشر القوات ولنقول للإيرانيين لا تهجموا على دولة أخرى ولا تهددوا المصالح الأمريكية، لا تخطئوا ولا تستهينوا بقدرتنا على الرد.